كتب المدون السعودي أحمد العمران على موقع تويتر في 17 من الشهر الحالي بلهجة لا تخلو من الدهشة: صديقي سليم عين وزير دولة للرياضة والشباب في تونس. المقصود هنا هو سليم عمامو، المدون والناشط السياسي على الإنترنت الذي أدى القسم أمام الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع يوم الأربعاء الماضي. يلخص تعيين مدون في منصب وزاري في تونس عمق التغييرات التي شهدتها البلاد، وهو دليل إضافي على الدور الاستثنائي الذي تلعبه الإنترنت كوسيلة بديلة لوسائل الإعلام التقليدية التي يحاصرها مقص الرقيب في العالم العربي. يقول المدون الموريتاني ناصر ودادي إن الشبكات الاجتماعية لم تخلق الاحتجاجات في تونس، ولكنها لعبت دوراً فاعلاً في إعلام المجتمع الدولي بما يحدث هناك، خصوصاً في بداية الاحتجاجات. شبكات الإعلام العالمية خصوصاً الشبكات الفضائية اعتمدت بشكل تام على الصور ومقاطع الفيديو التي خرجت من تونس باستخدام شبكات الاجتماعية والتي صورها المواطنون التونسيون العاديون في الشوارع لأحداث المظاهرات والاعتصامات وحتى القمع الذي حدث هناك. تقول الكاتبة المصرية المقيمة في الولايات المتحدة منى الطحاوي إن تويتر علمها كل شيء عن التطورات في تونس، وتضيف الطحاوي أنها علمت من خلال صفحة تويتر الخاصة بالصحفي السعودي حسن المصطفى بخبر وفاة محمد البوعزيزي الذي أطلق بانتحاره الشرارة الأولى للاحتجاجات في تونس. بالنسبة لي عملت في وقت سابق على رصد هذه التحركات وتابعت هذه التحركات عبر مصادري من الداخل. المصادر كانت تمدني بالأخبار وكنت أحاول التوثق من هذه الأخبار عبر متابعتها من مصدر إلى آخر وعبر متابعتها مع وكالات الأنباء ومع ما تبثه الفضائيات العربية والعالمية. تشير التقارير إلى أن عدد مستخدمي موقع فيسبوك في تونس تجاوز في بداية العام الحالي 1,800,000 مشترك، على الرغم من محاولات الحجب التي مارستها وكالة الإنترنت التونسية خلال السنوات الماضية. وللحديث عن الدور المستقبلي لمواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت نتحدث مع الدكتور نور الدين الميلادي. لعبت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت دوراً في الاحتجاجات الأخيرة في تونس، ما هي طبيعة هذا الدور؟ رغم الحصار الإعلامي المضروب على مؤسسات المجتمع المدني وكذلك على الشعب التونسي الذي سيطر عليه الحكومة السابقة، ولكن الشباب، مجموعات الشباب النقابيين وما إلى ذلك وباقي المواطنين تمكنوا أن ينظموا مظاهرات في كافة أنحاء الجمهورية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا حقيقة أنا أسميها طفرة فيما يتعلق بدور الإعلام في أحداث مثل هذا الحراك الاجتماعي. إضافة إلى ذلك فإنه ما أعطى الموضوع زخم مهم لما التقطته وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام الناطقة بالعربية وكذلك بعض الوسائل الإعلام الأجنبية. وعد الرئيس زين العابدين بن علي برفع الرقابة عن وسائل الإعلام التقليدية والإنترنت قبل يوم واحد فقط من مغادرته للبلاد. كيف ساهم هذا القرار في تسريع وتيرة الأحداث في تونس؟ وهل يمكن للحكومة الجديدة المحافظة على هذا الوعد؟ لما أطلق وعده بن علي طبعا تحقق الوعد خلال ذلك اليوم، وهو يوم الخميس وكذلك يوم الجمعة فعلا فتحت، ولكن هذه في نفس الوقت كانت هي فرصة أخرى لهذه الشبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر اليوتيوب أنها كذلك تنفتح أكثر وكذلك توصل معلومات جد خطيرة حول يعني مواجهة الشرطة التونسية والبوليس السري كذلك للمظاهرات، حول بعض حول الكثير من الضحايا من موتى من جرحى نقلوا لمستشفيات، وكانت كل هذه الصور تنقل عبر وسائل الإعلام حول العالم. هل رصدتم تغيرا في طريقة عمل وسائل الإعلام التقليدية في تونس بعد الأحداث الأخيرة التي شهدت صعودا لوسائل الإعلام الاجتماعية؟ التغيير فعلا تغيير جذري، يعني أنت تحكي على تغيير يعني معاكس تماما. من يتفرج الآن على التلفزة التونسية يعني ونحن الآن بعد 3 أو 4 أيام فقط من 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 إزاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فنحن نتحدث على تغيير شامل في كيفية تعاطي التلفزة التونسية الراديو الوطني
وكذلك محطات الراديو الأخرى المستقلة والصحف والمجلات لما يدور في تونس من نقاشات حول مستقبل الديمقراطية، حول مستقبل وسائل الإعلام، حول دور المجتمع المدني، حول دور المؤسسات المستقلة وغير المستقلة. كيف ترى مستقبل دور وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت في تونس؟ فيما يتعلق بوسائل الإعلام التواصل الاجتماعي التي تحدثنا عنها، طبعا هذه سيبقى تأثيرها. نحن لما نتحدث على قطاعات الشباب نتحدث على ما يحدث في باقي الدول سواء كان العربية وكذلك في الغرب. نحن نتحدث على هي الوسائل التي فعلا يعني يتعاطاها الشباب ويجعلوها هي ربما المصدر الأول للمعلومة، وكثير في الكثير من الأحلام من الأحيان هي ربما المصدر الأول كذلك للاستمتاع وللفرجة، سواء كان للموسيقى، سواء كان للأفلام، سواء كان لتناقل أو نقل الخبر وما إلى ذلك.